السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبناء الجالية السودانية بلبنان، صباح الخير عليكم. واليوم بدنا نحكي يا جماعة الشباب اللي بيجوا، صار لنا 3 سنين يا جماعة بنعني من الكلام ده، وقد ما فينا حكينا ما في أي نتيجة. وأنا بتمنى من اليوم الرسالة دي للسفارة السودانية، انا ما عندي رغم السفير ولا عندي رغم القنصل ولا المستشار، انا لو عندي دغري برسلونا الرساله ده له ان يسمعوا الكلام ده. يا جماعه السجون دي كلها معبي السودانيين، شباب صغار جاي من السودان ويجوا يخشوا هنا بطريق تاني، بيجوا يشتغلوا شغلات مش مظبوطه، لو كان تزوير مخدرات، كل السجون دي كلها معبي السودانيين هلا شباب. اوكي يا 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 السفاره يا سفير، الله يرضى عليك ساعدنا في الكلام ده، قنصل مستشار ساعدونا، والله العظيم روحنا طلعت. لو كان حوادث، واحد سكران ضربوا السيارة، اوكي لو كان يعني مرض، قال له امبارح جابوا لنا واحد من صيدا ما بعرف شو عم بيتعاطى، هذا تعبان بالمرة، عنده خالته هون، خالته كمان نكرته، ما تجيبوا لي وهذا بيجيب لي مشاكل. طيب نوديه وين يا سفارة؟ نودي الزول ده وين؟ نخليه في الشارع؟ وفي ناس صاروا بيشحدوا في الشوارع، يعني في كارثة بالنسبة للسودانيين. وأنا بتمنى من السفارة ومن السفير ومن القنصل، يا جماعة قصة الناس اللي بيجوا ديل، حاولوا سكروا الطريق ده، حاولوا سكروا وقفوا الشغلة دي من السودان يا جماعة، والله العظيم أنتم ما يمكن ما حاسين بالوجع، الوجع اللي نحن حاسين به نحن كأفراد الجالية مثلا بلبنان، والناس ما بدأت توصل الحكي هذا للسفارة، بس خلاص يعني زي ما بيقولوا اللبنانيين طفع الكيل، بكفي خلاص بكفي. الواحد لو ما عنده غير لوطنه ولابناء وطنه ما بيحكي كلام زي ده، اخر همي بيكون، لكن لا انا عندي غيره وعندي وطنيه لبلدي ولاولاد بلدي، الشغله دي لازم تقيف والله يا سفير، لانه ما في شغل في البلد دي، ما في شغل، يعني تلقى 10 15 واحد قاعدين بالبيت وجو جداد وما عندهم حق الايجار، إجباري بدهم يروحوا يشتغلوا شغلات غير شرعية عشان يجيبوا مصاري عشان يتصرفوا. أعمل معروف يا سفير، أعمل معروف يا قنصل، يا مستشار، ساعدونا في الكلام ده، ساعدونا في الموضوع ده. أنا ما عندي رغم القنصل ولا رغم المستشار ولا رغم السفير، بس بتمنى الناس توصل الرسالة ده للسفير مين ما كان يكون، بس على الشرط إنه الشغلة دي تقف من السودان، برنامج ده يقف من السودان، خلاص بكفي خلاص، الناس تعبت هنا من الحوادث من الأمراض من مليون شغلة، كل يوم جايك مصيبة. طيب شو بدنا نعمل؟ ما في طريق تاني إلا غير إنه تسكر الموضوع ده من السودان هناك تسكر. واتمنى من السفير الله يرضى عليك، السفير والقنصل المستشار وأصغر موظف في السفارة، الله يرضى عليكم، وقفوا لنا السيول اللي بتجي من السودان دي، وقفوا لنا العصابات اللي بتجيب الناس، بالتاجر بالناس، الناس اللي ما عندها رحمة في 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 قلوبها، اللي ما عندها ضمائر، اللي ما عندها وطنية، بتاجر بالشباب الصغار دي اللي بيجيبون هنا بيجي بكبون في الشوارع، عملوا معروف. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.